حمزة من الإمارات، مرحبا مرحبا سي حمزة، الله يحفظك أخويا. مرحبا، إيش يمكنك تقول لنا؟ لا واش دابا، واش دابا خويا، دابا خويا حمزه، واش حنا لاعبين مسابقات ولا شنو لاعبين حنا؟ راه ما لاعبينش، حنا لاعبين على مسابقات، كيخصنا نتائج. النتائج راه ما كتجيبهمش الفرنجة، كتجيبهمش الفرنجة. لا اكيد لا ان شاء الله، كنا متفقين الرجويين، كنا متفقين بان الفرقه خصها تعزيزات في الصيف ضروري، واحد العدد اللاعبين لا يستهانوا به، خاصهم ايوا ما كاين مشكل، ما كاين مشكل. شوف حنا شوف غير تقاتلوا معايا، غير تقاتلوا معانا، نمشي نتفرج فيهم اسيدي، غير تقاتلوا معانا. شوف لحد الان كاينه القتاليه، بعد على الاقل شوف راه واحد القضيه الكويري جوج حوايج، يا اما يكون ان كرون تكنيسيان، يما يكون ان غون باتايور، ياك كيتقاد انت. دابا هاد اللاعبين اللي كاينين دابا على الاقل نعترفوا لهم بواحد القضيه، اي سون دي غون باغارور، دي غون باتايور. انا كنحييهم على هاد القضيه، بعدا غير هاد القضيه، شي واخا تكون عندهم غير 50% ديال الكره وعندهم 50% ديال لو كومبا فهمتي، ودير التقاتيل، راه نحييهم عليه، انا عاجبيني هاكم مزيان، يكملوا معنا هذا الموسم، من يوصل شهر 6 يحن ربي. هذا هو انا بالنسبه لي هكا كنشوف. نعم، بالنسبه دابا حنا غير تنتفرجوا، حنا تنتسناو ماتش، حنا غنتفرجوا فيه ديال الاهلي ولا اي ماتش، ولينا ماتش يعني غير بحال فقدنا شويه الثقه، ولا شويه عادي عادي عادي، ويدي الله خير، يدير الله خير اخويا، يدير الله خير اخويا، وسمح لي يا اخوان ما بقاش الوقت، تحية فرصة سعيدة، تبارك الله عليك، عانك الله، شكرا شكرا شكرا، سلام. شنو هذاك؟ الو، السلام عليكم. انسام تفضل تفضل خويا، الله يرحم والديك، ما بقاش لنا الوقت، حاول ما تفوتش دقيقه دقيقه ونص، الله يحفظك، يلا تفضل. يلا شكرا. لا خويا انا بالنسبه لي انا كل حاجه ملي دخلت المدرسه وجيت اليوم شويه في الكوره، صح، اليوم صبروا معايا واحد جوج ثلاث اربع شهور، زريده كيكتب شويه بعيد، هو اللي كيعصبني شويه زريده. لا باع كاني في كاس، عرفتي علاش؟ عرفتي علاش؟ انا نقول لك علاش، انا نقول لك اخويا علاش، انا نقول لك اخويا علاش. زريده كتشوف هذاك الشيء اللي كيوقع ليه، داك الشيء لانه عاطينو مسؤوليه اللي ثقيله عليه، مسؤوليه ديال صناعه اللاعب. دابا راه تحدات ليهم لا الطاوسي ولا العامري، راه ما لقاوش صانع العاب، ما لقاوش شي واحد كيبدل القلب وكيوصل الكره ويقدر، حيت صانع العاب الرجاء دابا اكتوالمون بالطريقه اللي كتلعب بها خاصها لعاب اللي يكون ماشي كيلعب واقف بحال داك الشيء الحفيظي، لا خصها لعاب اللي يكون كيحاول التيران، يديها لي من يديها ليس، يعطي باس هنا، يعطي باس في الوسط، يعطي في البروفوندور، يمشي يجيبها من اللور ويطلع بها. اللاعب الوحيد اللي عنده هذه المواصفات هو زريده. زريده كصانع العاب، صانع العاب راه خص تكون عنده 60%
كلها تقنيه وعنده 40% ديال الفيزيك. زريده عنده العكس عنده 40% ديال التقنيه وعنده 60% ديال الفيزيك، ولكن هو اللي كاين غيقضي الغلط. داكشي علاش الولد كيتمحن، كشتي كيتمحن. اما هو اذا تري سيريو وهادشي واش كيعجبك هو، وما كيوقفش كي يعني كيفزك القميص وكيحلل الفلوسو. هذا هو علاش اخويا دابا، ونتمنوا انه مع متولي يرجع يتحل هذا المشكل. ما هو راه خاص صانع العاب، خاص الفرقه تجيب صانع العاب، كاين يشتغل شي. الو